الآن هدف. ما الذي يفعله؟ صعقا، كيف تجرع؟ صعقا. مرحبا يا شباب، انا انس، سوف تتابعون في الحلقه القادمه المنافسه الحاسمه بين الفريقين المغرب وبلجيكا. رغم اننا خسرنا امامها في المباراه السابقه الا انني تدربت جيدا وساغلبهم في هذه المباراه. اصدقائي، تابعوا احداث هذه الحلقه من قناه جيمر انس. السلام عليكم يا شباب، كيف حالكم؟ اتمنى ان تكونوا بألف خير. اليوم اتيتكم فيديو جديد من لعبه كره القدم 2020. بعد التدريبات المكثفه صرت مستعدا لخوض النزال الثاني ما بين المغرب وبلجيكا. اعدكم بالفوز. ها، إذن نحن نبدأ. بدأت المباراة. هيا. هذه المرة سنعوضها يا شباب. خذها. صحقاً. الآن فهمت، من هنا وليس من هنا، أنا المخطئ. والآن أجل. من أسمح بذلك؟ ابتعدوا من طريقي، يجب أن نفوز مهما كان الثمن. هيا 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 هيا. أجل، كيف تجرؤ على فعل ذلك يا أحمق؟ هيا أسرع. هيا صحقا. هيا، هذه المرة لن أفشل. هيا 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 هيا. أجل، الآن لنكمل. شكرا يا صديقي على الكرة. خذ هذه الركلة. أجل، شكرا. كم هذا مذهل. خذ هذه الركلة. أجل، لا لا لا. هيا أسرع بسرعة، الوقت يمر. هيا 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 يا صديقي، يجب أن نفوز ونتأهل إلى الربع النهائي. الدقيقة الأخيرة. هيا هيا سجل. أجل يا شباب، سجلناها في الدقيقة الأخيرة. انتهت المباراة وهزمناهم هزيمة ساحقة. حسنا، إذن يا شباب، كما رأيتم تأهلنا إلى النصف النهائي وصرنا من الأربعة الأوائل. لنرى من تأهل فريقنا. لا أعرف ما اسم هذا الفريق. بروتاغول والمكسيك أيضا. كم هذا متحمس، كم هذا محمس. انقلب، الشيء الذي زاد عن حده انقلب على ضدي.
المهم يا شباب نكون هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، لذا سنلتقي في المباراة المقبلة من النصف النهائي. لذا مع السلامة. مرحبا يا شباب، أنا أنس، سوف تتابعونا في الحلقة القادمة المنافسة بيني وبين هذا الفريق المنافس في النصف النهائي، فيا ترى كيف ستكون منافسته؟ أنا جد متحمس لمنافسته. أصدقائي تابعوا الحلقة القادمة من قناة جمال أنس بعنوان الزوبعة العاصفة.